أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي عجينة بيتزا جدا جدا لذيذة. يلا مع بعض نبدأ. بحوض العجانة راح نبدأ بالخطوة الأولى. عندي هنا موية تكون بدرجة حرارة المطبخ، وراح نضيف لها السكر والخميرة. راح نخلط الموية مع السكر والخميرة لحد ما تتجانس، وعشر دقايق ونكمل. بعد 10 دقايق تقريبا راح نبدأ نضيف بقية المواد. وش بنحط حسوني؟ زبادي. بنضيف هنا زيت. يلا امسك. بنضيف هنا زيت. زيت زيتون. وش بنضيف؟ زيت. زيت ايش؟ زيتون. زيتون. يلا اللي بعده. يلا بسرعة. حط هنا بيكنج باودر. شو نحط؟ بيكنج باودر. شاطر. نكمل إضافة المواد. حليب باودر. وش حطيت حسوني؟ حليب باودر. هذه يلا ملح. بطل. خلطت كل المواد مع بعض. راح نبدا الان باضافه. وش نحط يا حسوني؟ دقيق. وش نحط؟ صوت عالي. الدقيق يعني الطحين. طيب يقول شوف بس قوام العجينة، هذا القوام اللي أنا أبيه. الآن بدهن السطح بشوية زيت وأغطيها وخليها لحد ما تختمر. الدنيا حر فأتوقع ما راح تأخذ أكثر من الساعة. ملمس العجينة تبارك الرحمن. الآن راح أقطعها بالنص، وبعد النص راح أقطع على أجزاء. ممكن تجيكم 18 إلى 20 جزء، وبالنهاية أنتم حددوا الأجزاء اللي أنتم تبونها أو عدد الكور اللي أنتم تبونها. بعد ما قطعنا العجينة راح ناخذ الكور ونلممها بين راحتين اليد بهالشكل، ونتركها ترتاح 10 دقائق. اللي رشيته سميد. الكور اللي قطعناها راح أوزعها وأخلي بينها مسافات. الحين بناخذ كاس موية أو كاس عصير، له قاعدة، ويكون عليه شوية زيت، ونضغط على كرة العجينة بهالشكل. تطلع بكل سهولة. القاعدة هذه اللي سويناها راح نخرمها بالشوكة بهالشكل عشان ما ترتفع معنا. أي صوص بيتزا أنتم معتمدينه، وسبقني نزلت لكم وصفة جدا جدا جميلة لصوص البيتزا. أنا أسويها وأخليها عندي بالفريزر تقعد شهور. مباشرة فوق الصوص بيكون جبنة الموزاريلا. فوق جبنة الموزاريلا بيكون أي إضافة أنتم تفضلونها. لا تتقيدون بشيء معين. عندي هنا زيتون أخضر وأسود، وعندي الفلفل الملون، فلفل الرومي الملون. حطيت أحمر أخضر أصفر، الألوان اللي موجودة عندكم. آخر شيء قبل ما أدخلها الفرن يبي يكون على الأطراف سميد الناعم أطراف بس.